مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزه وصل. هذا البرنامج اللي دائما ما نفتح معكم فيه احد المواضيع، ونتمنى دائما منكم مشاركتنا في هذه المواضيع بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي همزه وصل EG. سنتحدث اليوم عن ظاهره ربما تكون جديده ربما تكون قديمه، لكنها ظاهره للاسف من أسوأ الظواهر التي يعيشها المجتمع المصري الان في الافراح. الأعراس والأفراح هي مناسبة للفرح ومشاركة أهل العروسين أفراحهم، لكن أن تتحول الأفراح إلى مآتم عند أسر أخرى فهذا يكون سيء جدا. نتحدث اليوم عن إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، وأيضا استخدام الصواريخ وغيره من وسائل ربما تكون وسائل ترهب بعض المواطنين. فبالطبع نحن نعلم الحادثة المؤسفة للطفل يوسف الذي توفي منذ أيام بعد أن رقد في العناية المركزة لأكثر من أسبوع بسبب وجود طلق ناري في الجمجمة. هذا الطلق كان طلق طائش من أحد الأعراس في منطقة 6 أكتوبر الذي أصاب أيضا ناس أخرى. ليست هذه الحالة الوحيدة، ولا يعني لدينا كثير وكثير من حالات ربما باستخدام بنادق آلية، ربما باستخدام المسدسات، وهذه الظاهرة منتشرة جدا في مناطق الصعيد. كيف نتفادى مثل هذه الظواهر السيئة، وما أسباب هذه الظاهرة، وما هي الحلول المقترحة؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم، وسيكون سؤالنا كالتالي: كيف يمكن علاج ظاهرة إطلاق أعيرة نارية في الأفراح؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل، وكما عودناكم دائما تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. همزة وصل EG هو عنواننا الوحيد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وإنستغرام. لمن أراد المداخلة عبر الفيديو يمكن الدخول إلينا عبر سكايب همزة وصل EG. مشاهدينا الكرام، هذا هو موضوع حلقة اليوم، أعتقد أنه موضوع عام يهمكم. نتمنى منكم التواصل دائما معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أن نخرج إلى التواصل معكم، اسمحوا لنا أن نعرض هذا التقرير يساعدكم في التوافق مع الحلقة، ونستمع لهذا التقرير. تعد ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح إحدى الظواهر السلبية والتي تشكل أرقا وخطورة على المواطنين، إذ تسهم بشكل كبير في تحويل حفلات الأفراح إلى سرادقات عزاء والمناسبات السعيدة إلى مآتم. وقد شهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من الوفيات والإصابات جراء إطلاق الأعيرة النارية الطائشة في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وهو ما ينم عن عدم الوعي بمدى خطورتها وما لها من تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام. وأسوأ ما في الأمر أن بعض الأوساط في المجتمع المصري تتباهى بهذه الظاهرة غير الحضارية، والتي تتسبب في دوي مزعج وخوف في أرجاء القرية أو المدينة لإشهار الزواج والأفراح والتفاخر. وبالرغم من التحذيرات التي تطلقها الحكومة بين فترة وأخرى، وما اتخذ من إجراءات على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع ابتداء من الأسرة وانتهاء بمنظمات المجتمع المدني، إلى أن ظاهرة إطلاق العيرة النارية ما زالت مستمرة حتى الآن. ويرى كثيرون ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتي تبين خطورة الظاهرة لتحفيز المواطنين على الابتعاد عنها، فضلا عن أهمية تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين ممن يعرضون حياة المواطنين وسلامتهم للخطر. تابعتم معي مشاهدينا الكرام هذا التقرير السريع، وضعنا في موضوع الحلقة كيف يعني نبتعد عن هذه الظاهرة السيئة جدا، والتي تحول أفراح بعض المواطنين إلى مآتم عند مواطنين آخرين. طبعا استخدام الأسلحة النارية، واسمحوا لي أن أدخل فيها أيضا استخدام الصواريخ والشماريخ، ويعني كل هذه الأدوات التي تسبب إزعاج كبير جدا للمواطنين في المناطق المختلفة، وأيضا تسبب أضرار في بعض المنازل. شهدنا كثير من المنازل ربما احترقت بسبب صواريخ وليست عيارة نارية، صواريخ دخلت هذه المنازل وسببت حرائق. يعني
هذه الظاهرة سيئة جدا، وللأسف ربما نكون نحن الشعب الوحيد في المنطقة العربية وربما في العالم كله الذي يستخدم مثل هذه الظواهر السيئة. مشاهدينا الكرام، تعليقاتكم هي أساس هذا البرنامج، لذلك سأنتقل سريعا إلى زميلتي آلاء حامد ومجموعة من تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. تفضلي آلاء. أهلا بك حسام، أهلا بكم مشاهدينا. ضرورة تطبيق وتفعيل القانون لعلاج ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، هذا ما يجمع عليه مشاهدونا لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر بشدة في بعض المناطق في المجتمع المصري. هذا ما يتضح من خلال التعليقات والأراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي نتعرف على تفاصيل أول مجموعة منها. والبداية مع أبو علي نصر خليفة يقول: يمكن علاج ظاهرة إطلاق أعيرة نارية في الأفراح بعمل ترخيص للفرح، وإن لم يقم صاحب الفرح بعمل تصريح يعاقب بالقانون. وعندما يتم عمل تصريح للفرح يقوم الشرطي بالقرية أو أقرب مركز شرطة بإرسال حراسة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين ومراقبة الفرح، وإذا حدث أي تجاوز أو مخالفة يعاقب الشخص المخالف للقانون، بالإضافة لصاحب الفرح، لأن من المؤكد أن السلاح الذي يستخدم غير مرخص فيعاقب الشخص بالقانون لحيازة سلاح غير مرخص. إذن في النهاية تطبيق القانون على الجميع هو السبيل الوحيد لضمان أمن وسلامة المواطنين في الأفراح. بسام يوسف أيضا يقول: تطبيق القانون والأحكام المغلظة كافي لردع كل من تسول له نفسه إطلاق نار في المناسبات، كما يجب تفعيل أدية للقتل الخطأ وألا تقل عن 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وهذا أمر يعمل به في كثير من الدول الإسلامية وجائز شرعا للحفاظ على حياة الناس وحقوق الأسر، وهذا سيقلل أكيد من الجريمة والإهمال، وستجد الناس أحرص على حياة بعضهم البعض أكثر مما نتخيل. أيضا هو يقول: غياب القانون والتطبيق وغياب تطبيقه وعدم وجود الأحكام الرادعة جعل فوضى في المجتمع، وهذا ما نعاني منه الآن، ولابد من إنهاء هذا الموضوع والسيطرة عليه. حمادة أبو عطية أيضا يقول: ما نعرفه أن مجرد حيازة سلاح بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، وللأسف معظم من يطلق أعيرة نارية في الأفراح شباب صغار لا يدركون نتيجة الطيش والتهور والمفاخرة بالسلاح في الأفراح التي تودي بحياة أبرياء، وأكثر من مرة يكون القتيل هو العريس أو العروس، فيتحول الفرح إلى مأتم، فيجب تطبيق القانون بحزم على الجميع أيا كانت مكانة صاحب الفرح. وكل الشكر والتقدير لبرنامج همزة وصل. شكرا أيضا حمادة أبو عطية. إذن حسام، كما تابعت هذه أول مجموعة من الأراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج، ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية، نتواصل ونستقبل المزيد من الأراء لنعود ونستعرضها مرة أخرى، ولكن الآن إلى أراء الخبراء والمتخصصين وضيوفك عبر الهاتف. إليك حسام. بشكرك يا آلاء، وبشكر طبعا كل من شارك معنا بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع ربما من المواضيع الهامة في الوقت الحالي بعد حوادث كثيرة، لذلك سأنتقل سريعا إلى اتصالات الهاتفية بالخبراء، نحلل معهم هذا الموضوع ونحلل كيف نبتعد عن هذه الظواهر السيئة. سيكون ضيوفي في هذه الفقرة كالتالي: اللواء أشرف أمين خبير الشؤون الأمنية، والأستاذ نعمان أحمد فتحي عضو مجلس النواب من سوهاج، عفوا من أسيوط. أبدأ باللواء أشرف أمين خبير الشؤون الأمنية. سيادة اللواء تحياتي وكل عام وانت بخير. كل سنة وانت طيب حسام، وتحياتي لجميع السادة مساعدي قناة النيل للأخبار. سيادة اللواء، طبعا يعني ظاهرة سيئة لفكرة استخدام الأعيرة النارية في إظهار الفرح والتباهي أمام أهل العريس أو أهل العروس، وفي النهاية ربما هذه الأعيرة النارية تؤدي إلى وفيات يا إما في ما بين أصحاب الفرح أو ربما في المنطقة المحيطة. واسمح لي أن أنا أدخل أيضا استخدام غير الأعيرة النارية، الشماريخ والصواريخ اللي بتسبب برضو حوادث أخرى. كيف نحارب هذه الظاهرة بالفكر الأمني وبالفكر المجتمعي أيضا سيادة اللواء؟ أولا يعني دعنا نتحدث عن هذه الظاهرة أنها ليس بجديدة، هذا لا. الموضوع يعني منذ يعني عهود بعيدة، يمكن تزداد أحيانا في مناطق وتقل في مناطق أخرى، وأيضا لا علاقة بالعادات والأعراف يعني لدى هذه المناطق، إلا أنها توارثت وبقت موجودة بهذا الشكل وبهذا الكم البغيض، يمكن بيزداد في مناطق الصعيد نظرا لوجود السلاح بوفرة وأهمية السلاح لدى القاطنين في مناطق الصعيد،
وأيضا هذا السلاح في الغالب العام يكون بدون ترخيص وليس سلاح مرخص ولا عقوبته، والكل يعلم مدى يعني عقوبة من يحمل سلاح أو استخدامه حتى لو مرخص في هذه الأمور بتنتهي الرخصة الخاصة به. لا. ليس هنا يا سيدي المعالجة الأمنية. المعالجة الأمنية يعني إحنا يمكن قصة الأفراح بنحاول بقدر الإمكان نقلل، لكن إحنا خلينا يعني نتعامل مع هذا الموضوع النفسي. أتخيل إن هو تخلف، بيبقى تخلف لدى هؤلاء يصل إلى التخلف العقلي في أنهم يستخدموا الأصوات العالية. يعني إحنا نشاهد حتى الألعاب النارية لما تستخدم بهذه الكيفية بتحدث إزعاج للآخرين. صحيح. لدرجة حتى استخدام يعني السيارات وفي الزفة واستخدام الكلاكسات والأصوات العالية، ما أعرفش ما هو السبب وما هو الداعي، إلا أنه هو أعتقد أنه لابد أن يكون في معالجة نفسية، إن مش هذا الأمر الذي يتم استخدامه حتى يشعر الآخرين بالفرحة، هو إزعاج. تمام. في الآخر. طيب. ولكن إحنا بنخلينا نتحدث على هذه الكيفية وحجم الإصابات وعدد الوفيات التي يعني تم تسجيلها خلال الأعوام الماضية، يعني يندر بخطر شديد. نعم. وهنا لابد إن إحنا نقول إن دي هذه الثقافة المتوارثة لابد معالجتها عن أكثر من طريق، أهمهم على الإطلاق عن طريق التوعية الدينية، إن هذا الأمر يحدث أيضا لدى الآخرين إزعاج، والحرية لا تمتد إلى أنها. طيب. يعني تسبب سيادة اللواء طبعا للآخر. يعني للي برضو بما أن حضرتك خبير في هذا المجال، للي ما يفهمش في استخدام الأسلحة النارية، طبعا في ناس يعني طبعا في البداية كان في استخدام في الصعيد، البيوت كانت واطية فالضرب أو بيبقوا في ساحات الضرب بيبقى في الهواء، لكن برضو للناس مش فاهمة إن الطلقات النارية بتوصل لسرعتها القصوى مع ارتفاعها، وهي نازلة بترجع بنفس السرعة تبدأ تتزايد تاني لغاية لما بتوصل للأرض بنفس السرعة اللي انطلقت بيها. يعني لو احنا بنتكلم ان احنا اطلقنا رصاصة نزلت على واحد، هتنزل بنفس سرعة اطلاقها من ال 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 المدفع او المسدس او الرشاش. ده صحيح يعني الموضوع مش موضوع ان لازم تكون طلقة مباشرة. بص هقول لسيادتك حاجة، هو دائما استخدام السلاح في 45 درجة ده بيؤدي الى انها بتاخد كيرب معين وبتنزل نعم. بنفس سرعة، وما حدث بالفعل في حالة الطفل الذي يعني توفى نتيجة أو كان ضحية هذا الأمر في منطقة أكتوبر، منطقة الحصري. نعم. هي خدت الكيرف بتاعها من هذا المكان. نعم. ثم رجعت بنفس السرعة واستقرت في داخل رأس الطفل. نعم. وده ما يحدث بالنسبة ده الذي يحدث بالنسبة للدورة بتاعة الطلقة، انها بتاخد اقصى مدى لها في السماء ثم بتنزل بالجاذبية الارضية في نفس الاتجاه المعاكس. صحيح. وممكن تصادف حد. طبعا احنا بنقول النقطة ديت للناس العادية عشان ما يفتكرش ان هو لو ضرب في السماء يعني خلاص الطلقة هتروح ومش هترجع تاني، ده هي ممكن ترجع ويبقى اذاها زي برضو اذى وهي طالعة من السلع. سيادة اللواء ارجوك ابقى معي، سانتقل للاستاذ نعمان احمد فتحي عضو مجلس النواب وعضو عن دائرة مركز بداري تقريبا من أسيوط. سيادة النائب تحياتي. سيادة النائب طبعا عشان بس نكون منصفين، طبعا الصعيد من زمان وهو دي ظاهرة متفشية في فكرة التباهي بالعائلة وأمام العائلات بكثرة الرجال وكثرة السلاح وإطلاق النار في الهواء، وأكيد طبعا سببت حوادث عندكم. كيف يمكن إخراج هذه العادات السيئة من المجتمعات، خاصة المجتمع الصعيدي اللي هو ربما يكون متماسك شوية أو متمسك شوية بالعادات القديمة؟ هي العادة دي متوارثة طبعا وعادة جديدة. نعم. بس وجود الأمن في الوقت الحالي الحمد لله يعني قلل منها خالص، لكن كانت فترة الانفلات الأمن في الثورة كان طبعا كان مهرجانات وحصلت ناس كثيرة توفت غير سبب كده. نعم. بس الحمد لله في الوقت الحالي يعني في استقرار، وبالنسبة للبدالة تعتبر أعلى معدل نسبة تريم على مستوى العالم. طيب. على مستوى مصر. سيادة النائب بما أن حضرتك نائب في البرلمان، فكرة القوانين وتفعيل القوانين طبعا للناس العادية القتل في مشاجرة تقريبا عقوبته القصوى 3 سنين، القتل الخطأ باستخدام سلاح ايضا تقريبا من 3 لـ7 سنين. فكرة ان احنا نغلظ القوانين اننا لا، هي بعد نزلتك هي عقوبة السلاح
حتى لو في العيادة بتبقى أكثر من 25 سنة. القتل الخطأ؟ القتل الخطأ؟ حيازة السلاح بدون ترخيص يعني. نعم أنا ما بتكلمش على حيازة السلاح بدون ترخيص، أنا بتكلم لو واحد مات بطلقة خطأ بيتاخد على أنه قتل خطأ. قتل خطأ طبعا ده قانون. يعني تمام. يعني عقوبته كام؟ عقوبته تقريبا من سنة ثلاث سنين. طيب يعني أنا روح بشرية راحت في قتل خطأ في ثلاث سنين، شايف كنائب لمجلس الشعب ان محتاجين نغلظ هذه العقوبات؟ لا، ولا هي المفروض تتغلظ العقوبات بس. نعم. هي لو 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 تعامل على انه حامل سلاح بدون ترخيص يعني بغض النظر عن العقوبه اللي هي ثلاث سنين مثلا. تمام. خطا، لكن هو كحامل سلاح بياخد فيه 15 سنه سجن. تمام. حمل سلاح بدون ترخيص. نعم. حمل سلاح بدون ترخيص، فهو مش القتل خطأ، هو الأقل يتبع الأكثر. تمام. فالمفروض قانون زي كده هو يعامله على قانون حيازة السلاح قبل ما يكون. طيب سيادة النائب، بما أنك نائب في البرلمان وأيضا يعني من منطقة الصعيد، مفيش أي مبادرات ممكن تعملوها نوعي الناس، نوعي الناس سواء في الصعيد أو في القاهرة أو في المناطق، لأن هي ما عادش ظاهرة يعني في الصعيد بس، احنا بنشوف المناطق الشعبيه الكلام ده. هي عاده متوارثه وعاده قديمه. نعم. فطبعا عشان تقعد دلوقتي تتم توعي وكلام زي كده، هي الانضباط الامني وبس، مش اكتر من كده. الانضباط الامني الانضباط الامني، اي واحد يضرب طلقه في فرع تتاخذ البندقيه يعني زي النظام اللي ماشي عندنا هنا يعني بالنسبه للامن بالنسبه لنا في مدينه مصر. تمام. طيب. برضو سيادة النائب اسمح لي اسالك، يعني في لو لا قدر الله حدث حاجه زي كده في بلده عندكم، بيتدخل فيها القانون العرفي في هذه قانون يعني الاعراف بين العائلات، واذا كان في دفع دية او غيره، ولا بترجعوا للقانون؟ خلينا نتكلم بصراحه معلش يعني. لا، بيرجع للقانون، وبرضه بيتدخل بحيث ان احنا نحل المشكله عن نظام القانون وبس كده، هيبقى في تلان وكلام زي كده وفي تواصل في المشاكل. نعم. لكن التدخل العرفي بتقعد لجنة وفي لجان تحكيم من مطروح، من سينا، من اي مكان، وبتقعدوا بتحكم مثلا ممكن تغرب اللي ضارب، ممكن يشيل كفن، ممكن يعني لهم احكام معينه كده. تمام. طيب سياده النائب ارجوك ابقى معي، ساعود مره جديده لسياده اللواء اشرف امين خبير الشؤون الامنيه. سياده اللواء تحياتي مره جديده. يعني فكره تغليظ العقوبات، احنا بنتكلم على عقوبات قتل خطأ من يعني الحد الأقصى بتاعه ثلاث سنين. طبعا سيادة النائب بيقول ان حمل السلاح بدون ترخيص من 15 سنة، لكن فكرة هل احنا محتاجين فعلا ان احنا نغلظ العقوبات بشكل اكبر من ده، بحيث ان يبقى في رادع قانوني حقيقي؟ انا خلينا اوضح بس جزئية في الغالب العام دلوقتي، حكاية ان هو يعني قتل خطأ، انا لا اتحدث عن السلاح مرخص. السلاح في الغالب العام في مناطق الصعيد بيبقى عباره عن آلي وغير مراقب، مش حاجه اسمها عندنا رخصه آلي. نعم. تمام. فاذا انت لو كترت اكتر من كده زي مثلا قضايا المخدرات، النتيجه بتبقى للاسف يعني اسوء في انك تضبطها. تمام. خاصه انت عندك حجم سلاح داخل البلاد رهيب جدا. نعم. جاي لك من كل الحدود المتخمه. واذا احنا لا تحد، اذا كان القصه سلاح مرخص فدي ندره، يعني الذي يستخدم السلاح المرخص بيبقى خايف ان هو يستخدمه في الافراح مثل ذلك، وان استخدم وحصلت هذه الجريمه فبالتالي بتبقى العقوبه اي نعم من التغليظ من 3 ل 7. نعم. اللي هو الحبس البسيط، لكن ناهيك على الاجراءات الاخرى من ضمنها، ودي بالنسبه لهم تعتبر رهيبه جدا، انه بيلغى الترخيص، يعني الترخيص بالنسبه لاي حد يعمله. وانا انا ضد قصه ان انا اغلظ اغلظ الاحكام وفي نفس الوقت انا لا افعل القانون. عدم تفعيل القانون سببه الاساسي ان انت برضو ان المواجهه بالامن فقط ده شيء يعني على فكره في العالم كله مش موجود. لابد ان تتواجه هذه الاجراءات من اجراءات خاصه بان انت بتواجهها امنيا، وفي نفس الوقت تغير الثقافه اللي موجوده. اي نعم. تمام. بتاخد وقت طويل، لكن دعنا ان احنا حتى نبدا، حتى نبتدي نعلن. طيب ازاي سياده اللواء ازاي؟ يعني برضو حضرتك بخبرتك الامنيه وخبرتك المجتمعيه كده. هقول ازاي فضل. احنا لما بيجي تعالج اي قضيه من القضايا اعلاميا، انت بتشوف الاخطاء دي وتظهرها على المواقع التواصل الاجتماعي، وتقول لهم ادي واحد اللي توفى نتيجة كذا وكذا وكذا. على الاقل الناس حتى في البرامج التعليميه اللي بتفهمهم ان دي حاجه بغيضه جدا جدا وحصل كده، وبس تشوف النتيجه التي تظهر. انت تخاطب وجدان المجتمع ككل
وتفهمه ان الكلام ده عفى عنه الزمن لا يستخدم بهذه الكيفيه. نعم. النهارده احنا بقالنا حوالي 6 سنوات او اكثر نستخدم اللي هو الالعاب الناريه. صحيح. وعلى فكره برضو من ضمن المشاكل الرهيبه جدا اللي نعم. زادت حتى في العمران وفي المناطق بقت هي دي معنى البهجه. ده كلام غلط طبعا. صحيح. وكلام مش موجود في العالم كله. طب هل احنا يعني ممكن نعمل مبادرات شعبيه؟ انا سالت سياده النائب لو احنا في مبادرات شعبيه من نواب مجلس الشعب من الاعلاميين من غيره ان احنا نبدا نوعي الناس. انا مع تقديري لجميع الساده نواب مجلس الشعب، بس انا عايز حد يقول لي اماره واحده نواب مجلس الشعب عملوا بادره واحده في المجتمع ككل. ما ليش دعوه كل واحد ماسك منطقه لكن هو يمثل الشعب ككل، جميع المناطق وليس جزئيه. حد يقول لي من خلال الفتره الماضيه قول لي اماره واحده اتعملت مبادره منهم تديني احساس ان هم واقفين معانا. ما حدش قال انا لا اتهمهم باي شيء، لكن انا حد يقول لي دلاله واحده علشان اقدر اقول لهم اعملوا كذا، او اطلب منهم كمواطن مصري اقول لهم لو سمحتوا اعملوا مبادره بكذا. طيب يعني ومش هيحصل. طيب يعني احنا برضو بنتكلم في فكره المبادرات، حضرتك شايف ان هي هتجدي على الارض اذا جبنا فيها شخصيات عامه؟ يا سيدي حصلت مبادره علشان خاطر مستشفى ابو الريش. نعم. وتنقلت من المواقع الالكترونيه الى الاعلام وكانت جيده جدا. نعم. تمام. تستطيع انك تعمل مبادره، ما حدش قال لا، ده هو عمل او فكره معينه يتم توريدها عن طريق تبدا بقى من مجلس النواب، تبدا من الاعلام، تبدا من اي حته. ده عمل مفترض جماعي. تمام. يعني حضرتك برضو شايف ان المبادرات لها دور ولازم برضو نستخدمها؟ طبعا ليها دور. تمام. ليها طبعا ليها دور. تمام. ده لو انت رددت هذا الكلام على منابر المساجد اللي بيسمعها. نعم. 90% من المجتمع المصري ممكن يكون ليها دور. صحيح. احنا بس على انا بشكر حضرتك سياده اللواء اشرف امين خبير الشؤون الامنيه، بشكر حضرتك على مشاركتك معنا، واعود مره جديده الاستاذ نعمان احمد فتحي عضو مجلس النواب عن مركز بداره باسيوط. سياده النائب يعني فكره مركز البداري باسيوط، سياده النائب فكره المبادرات وفكره كيف نغير العادات السيئه في المجتمع. يا باشا بعد اذن سيادتك، الموضوع امن وقانون وتفعيل قانون. تمام. حاله ما انا الاقي القانون مظبوط والامن متدخل وباي غلطه واي كبيره وصغيره هيتدخل ما تقوليش اقنعني. في ناس منحرفه وفي ناس نعم عندها افكار غلط، واخد بالك؟ القانون وتفعيل القانون بس. تمام. في حاله تفعيل القانون المصري الكل يلتزم. طيب هل حضرتك كنائب شايف ان احنا محتاجين نغلظ العقوبات يعني كنوع من انواع الردع القانوني؟ والله ان شافت الشرطه كده مفيش مشاكل، احنا تحت الامر ويقدموا نعم. لنا مشروع قانون، يعني لو هم حاسوا ان هم عايزين حاجه زي كده احنا. تمام. سيادة النائب أنا بشكر حضرتك على هذه المشاركة، الأستاذ نعمان أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن مركز بداري بأسيوط، بشكر حضرتك على مشاركتك، وبشكر طبعا اللواء أشرف أمين الخبير الأمني على مشاركتهم. مشاهدينا الكرام، بالطبع هذا الموضوع موضوع هام، ودعونا نستمع إلى تعليقاتكم في الشارع. مجموعة من تعليقات المواطنين في الشارع دائما كاميرا همزة وصل ما تهتم بآرائكم في أي مكان. المفروض الناس تلتزم ان احنا المفروض في دوله يعني دوله اسلاميه، المفروض الضرب النار والحاجات دي ما بقاش فيه الكلام دوت، فاهمني؟ فالمفروض يبقى فيه قوانين تحد الموضوع ده، بحيث ان حد مثلا لما يبتدي مثلا يعمل يبتدي يضرب نار او حاجه عارف ان هو هيتاذي او مثلا هيتحبس او الكلام دوت، ما حدش يقدر يعمل حاجه الكلام دوت بعد كده. هو بالنسبه واهم حاجه للبيت نفسه، لما البيت نفسه يوسع الحاجه دي ما تتعملش، وضرب النار اللي هو اللي ضرب النار في الشارع وكلام من ده في الافراح هو المفروض غلط اساسا، عشان في اطفال معانا وفي ناس مريضه وفي البيوت وكده. المفروض ان يكون الوضع الامني نفسه يكون مسيطر اكتر من كده، علشان بالنسبه لموضوع ضرب النار ده في اصابات بتحصل كتير لاهالي الافراح نفسهم، فالمفروض يكون الوضع الامني نفسه مسيطر اكتر من كده، علشان حتى الناس يعني الناس 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 تخاف تتهز من يمه الموضوع ده. عشان يعمل ضرب نار ويعمل فرح وزي كده، يروح القسم يجيب ايه؟ يجيب تسريح حضرتك، تمام؟ والمامور ما يوفرلوش عليه بضرب النار، كده الفرح بتاعهم يمشي ايه؟ بتمام وخير وسلام. طبعا غلط. المفروض يبقى في قانون مشدد على حاجه زي كده،
لان احنا بنشوف الافراح اللي بتدور فيها النار دي في المناطق الشعبيه، تمام؟ فلازم يبقى في على الاقل حد مثلا من الاسم يبقى قاعد في الافراح دي، مخبر مثلا، امين شرطه دوريه بتعدي على الافراح ديت عايز يمنعوا الشغب اللي بيحصل في الافراح دي. نعمل قانون ليها مثلا يتحكم عليه مثلا ان هو مثلا بسنه او بسنتين اللي يضرب بالنار في الافراح، ان ممكن اي حد يتصاب، ممكن اي حد يبقى واقف فوق هو بيضرب النار يعور اي حد واقف فوق بيتفرج على الفرح. المفروض ان في قانون يمنع ضرب النار في الافراح لان دي ظاهره سلبيه جدا ممكن تؤدي لكوارث اكبر من تقلب على الاقل خالص الفرح لميت. فالمفروض ان في قانون يمنع ضرب النار في الافراح. ودي مجموعه مختلفه من تعليقات المواطنين ايضا كانت منحصره ما بين فكره ان احنا محتاجين لقانون فاعل يجرم هذا العمل بشكل قوي، وايضا ما بين الثقافه الشعبيه، ثقافه البيوت، نقل الثقافه للشباب او ربما من هم اكبر من الشباب، فكره ان هذا خطر جدا على حياتنا وعلى حياه أقربائنا ومن حولنا. أعود مرة جديدة لتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتكم في هذا البرنامج وهي أساس هذا البرنامج، مرة جديدة لزميلتي آلاء حامد. يعني آلاء أكيد طبعا المشاركات كثيرة وأعتقد أنها لن تخرج عن الإطارين، يعني الاتجاهين اللي احنا تحدثنا فيهم، ولا عندك حاجة جديدة آلاء؟ تفضلي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل حسام كما ذكرت لا تختلف الأراء لدينا عبر صفحة البرنامج أيضا عن أراء المواطنين في الشارع، كلها ما زالت تؤكد على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله لمواجهة هذه الظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح. نستكمل معكم عرض مجموعة جديدة من هذه الأراء التي وردت إلينا، والبداية مع أحمد الطيب يقول: نعم، عملية إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات هي شيء سلبي وعادة سيئة عند المصريين، ولكن من أين أتت الذخائر والأسلحة التي هي الآن في أيادي عدد كبير من الشعب المصري، وأصبح الآن هذه الأسلحة في أيادي شباب لا يعقل التدبير، وأصبح إطلاق الأعيرة النارية الآن هي مسابقة لاستعراض القوة وفرد العضلات بين العائلات في أي مناسبة، ومن المؤسف والمحزن أن يستأجر الشاب البندقية الآلية للاستعراض بها بمبالغ كبيرة وهو ربما لا يملك في بيته ما يطعمه. بدوي عبد الموجود أيضا يقول: من المفروض أن المواطن لا يحمل سلاح ويتظاهر به في الأفراح، فكثير من الأفراح تنتهي بمأتم بسبب إطلاق الأعيرة النارية وهم غير مدربين على حمل السلاح. نتمنى من الشرطة القبض على أي شخص يحمل سلاح غير مرخص من قبل الشرطة، وخاصة في المناطق البدوية ومحافظات الصعيد. محمد علاء يقول: أظن أنه آن الأوان لمعالجة هذه الظاهرة البدائية واستئصالها من منظومة حياتنا، وإن لم تكن عواقبها مأساوية فهي بلا شك ظاهرة تتسم بها المجتمعات البدائية، فهذه الظاهرة ترهب المواطنين سواء كانوا في البيوت أو من يسيرون في الشارع، فهي تسبب الخوف والقلق، ومن الممكن أن تقلب الأفراح أحسان، فيجب مكافحة هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، والقانون وحده قادر على قطع هذه الظاهرة المكروهة، وأظن عندما يطبق القانون سوف تنتهي ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح. إذن حسام كما تابعت معي مجموعة أخرى أيضا من الآراء ومشاهدينا، شكرا لكم أكيد على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، والآن عودة من جديد لحوار جديد مع الخبراء والمتخصصين مع حسام الدين. أعطف إليك حسام. بشكرك يا آلاء، وبالطبع بشكر كل مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع الحلقة، ومواضيع حلقتنا دائما مواضيع تهمكم بشكل شخصي، نتمنى منكم التعليق، مقترحات، آراء، ربما نتوصل لشكل جديد من الأسئلة مع خبرانا، وأيضا نتوصل لشكل جديد من المقترحات نقدمها لمن بيديه الأمر. مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية ونحلل فيها أكثر هذا الموضوع ونستعرض فيها الشكل القانوني والشكل السلوكي النفسي مع الخبراء. معايا دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الجنائي، ومعايا دكتور رحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي. أبدأ بدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الجنائي. دكتور صلاح تحياتي، كل عام وانت بخير. طبعا أهلا بحضرتك فندم أستاذ المشاهدين. دكتور صلاح، يعني فكرة احنا كنا بنتكلم في الفقرة الأولى عن فكرة ان لو حدث فعلا إطلاق نار في أحد الأفراح وتسبب هذا الإطلاق في لا قدر الله إصابة أو وفاة في المناطق المحيطة أو في أحد يعني من الناس اللي حاضرين الفرح، لو السلاح مرخص بتبقى قتل خطأ وبتبقى عقوبتها من 3 لـ7 سنين، وطبعا إزهاق روح في يعني صعبة. لكن لو السلاح غير مرخص بتبقى من 15 لـ25 سنة. هل نحن محتاجين لضبط أمني ولا ضبط قانوني ولا ضبط سلوكي في رأي حضرتك؟
والله عفوا، بالنسبه لاطلاق الاعيره الناريه في الافراح والمناسبات، اولا هي عاده سيئه موجوده في الريف المصري بشكل عام منذ عقود مضت، ولكن لا توجد ضوابط قانونيه او سلوكيه تطبق هذه المساله. نحن بحاجه الى قانون، لان لا يوجد نقص تشريعي في هذه المساله بالنسبه لضرب اطلاق الاعيره الناريه في الافراح والمناسبات سواء في الريف بشكل عام. او اسمح لي يا دكتوره، لو دخلنا معاها بقى ال 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 الصواريخ والشماريخ واللي هي الحاجات الصوتية اللي بتسبب برضو إزعاج وبتسبب بعض الحوادث زي إشعال بعض البيوت وكده، ده بيدخل في نفس الإطار ولا ممكن يبقى له إطار قانوني منفصل؟ نعم، نفس الإطار، والدليل على ذلك أن العقوبة شخصية. فإذا ما ضبط المتهم أثناء إطلاق العيارة النارية وأفضى ذلك إلى جرح أو وفاة أحد المتواجدين في هذه الأفراح أو المناسبات أو في البيوتات المجاورة لهذا المكان أو هذا الدار، وبالتالي يعاقب بعقوبة القتل الخطأ إذا كان العيار السلاح مرخصا كما تفضلت، أو إذا كان السلاح غير مرخصا فهذه جناية حيازة سلاح بدون ترخيص وحيازة ذخيرة بدون ترخيص تختص بها محكمة الجنايات، ومحكمة الجنايات بالنسبة للقتل الخطأ في هذه الحالة أو الجرح الخطأ أو الإصابة الخطأ تستغرق من قبل الجناية، وبالتالي لأنها مرتبطة بها ارتباط لا يقبل التجزئة. هذه هي العقوبات الموجودة في قانون العقوبات عندما تتم هذه الجرائم في هذه الأفراح والمناسبات، وبالتالي نحن بحاجة إلى نصوص تشريعية لسد هذا النقص. أولا أرى من وجهة نظري أنه يجب أن يصدر ترخيصا لصاحب هذه الأفراح والمناسبات ويتم التسجيل عليه، وأن يكون مسؤولا تضامنيا جنائيا ومدنيا حال وجود اطلاق عيره ناريه او صواريخ. تمام، دي نقطه مهمه فعلا. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى نريد ان نتوسع بشكل كبير في المنافي العزب والنبوع والمحافظات لوجود طور مناسبات على ما موجود في المدن. تمام. طيب ما هي برضو، ما هي يعني الحادثة الأخيرة كانت في مدينة 6 أكتوبر، يعني مدينة في القاهرة يعني تابعة للقاهرة، يعني دي مدينة حديثة. طيب سيادة يعني الدكتور، فكرة تغليظ العقوبات، يعني اللي بيستخدم سلاح غير مرخص أكيد بيستخدمه لحاجة غلط. دكتور صلاح، يبدو أن يعني الاتصال انقطع، سنحاول معاودة الاتصال بدكتور صلاح وانتقل لدكتور إرحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي. دكتور إرحاب تحياتي. اهلا بحضرتك. اهلا، كل سنه وانت طيبه يا دكتوره. وحضرتك طيب والمصريين بخير، رمضان كريم. دكتوره، فكره استخدام الاعيار الناريه في التعبير عن الفرح، استخدام اذا كانت صوتيه او اعيار ناريه حقيقيه، بتصنفوها كعلماء سلوك علماء نفس تحت انهي مسمى وكيف يتم التعامل معها؟ تحت عدة مسميات. المسمى الأول الصورة الذهنية التي انطبعت في ذهن البعض على أن القوي والإنسان المسيطر والإنسان الأفضل والأحسن هو اللي معاه أكثر عدد من الأسلحة، هو اللي الرجال والعتاد. نعم، اللي هو اللي بيطلق النيران بلا خوف، هو اللي بيحيي الآخرين بالنار بإطلاق النيران، وده معناها أنه إنسان قوي ومسيطر. والصورة الذهنية دي للأسف اكتسبها المصريين على مدار سنوات وسنوات من الأعمال الفنية السيئة جدا. دي حاجة. وتفسير آخر هو البحث عن العظمة. بعض الناس ضعف النفوس، ضعف الشخصية، ضعف المادية، يعني الفقراء حتى اللي هو بيستأجر حتى يبقى عنده سلاح عشان في الفرح يطلق النيران فيقول أنا برضو مسيطر وأنا قوي. ده بحث برضو حول انه بيلتف حول ذاته الفقيره فبيقول انا زي الانسان الاغنى او يعني الأفضل. مهما تعددت الصور يا دكتوره، هي في النهايه هو تعويض نقص ما داخل النفس البشريه، تعويض نقص واستعراض قوه. واستعراض قوه بعض الناس. نعم. عندها في الصعيد عندها سلاح واثنين وثلاثه. نعم، في البيت ده استعراض قوه وفرض سيطره وتخويف وترهيب للاخرين وتعويض النقص من الفقر او الجهل. طيب. او قله العلم. طيب. او دكتوره يعني بشكل عملي كده، هل احنا محتاجين قوافل توعويه، محتاجين رساله، مبادرات، محتاجين يعني نوع من انواع العلاج النفسي المجتمعي، خليني اكون صريحه مع حضرتك، ولا قانون؟ محتاجين الاثنين، بس خليني اكون صريحه مع حضرتك. احنا مدار سنين طويله تستضيفونا علماء علم النفس، ايه رايكم في السلوك؟ نقول لكم الاعمال الفنيه السيئه
أساءت للسلوك وأساءت للمراهقين. صحيح، أنا مع حضرتك في ده. نعم. أنا مع حضرتك في ده. إحنا عندنا أعمال فنية كل سنة. نعم. وإحنا في وادي والبلد في وادي، مفيش عمل فني واحد على مدار رمضان ده كله. طب دكتور ادينا روشتة سريعة كده، ممكن إحنا بنتواصل، ده برنامج اسمه همزة وصل، يعني إحنا بنحاول نوصل آرائنا وآراء الخبراء والناس، يعني قولي لي نعمل إيه؟ شهر رمضان الكريم ده كل الأبطال طالعين بسلاح. تمام. البروموهات نفسها طالعة بيضرب نار. صحيح. البرومو نفسه بيفتح. الأطفال الصغيرة بقت كلها عايزة تشتري سلاح. بيضرب نار. الحاجة اللي احنا محتاجينها فعليا وسريعة وهتجيب نتيجة أكثر من فاصل التوعوية القانون. نعم. العقاب الرادع يعني والصارم. مش هتقول لي حضرتك أصل قتل خطأ وما كانش يقصد يموت حد، بس هو للأسف فعلا موت حد. فعلا موت وحز الناس. وحرق قلب أم وأصبح روح شاب صغير طفل بريء. يبقى لو واحد بس اتخذت العقوبه بشكل جدي الباقي هيخاف. لو حد واحد اخذ عقوبه صارمه اذا وجد معاه سلاح حتى وان لم يصيب به احد الباقي هيخاف، لان طبيعه الانسان بيخاف. الانسان نعم. بطبيعته ما بيحبش يعمل حاجه يعني تعمل التغيير، يقول لك لا خلاص غيري اتعاقب انا مش همر بالعقوبه دي. دي طبيعه الانسان لما يلاقي سلطه اقوى من سلطته بيرهبها وبيخاف منها. لكن طول ما انا سايب الامر لان انا اجراءات قانونيه ولا تحصل ما تحصلش واستئناف وبعد كده لا طب ما هو هيكمل وهيكمل وهيكمل. محتاج توعيه طبعا، دور الدين، محتاج دور الفن. زمان نعم. كانوا بيقولوا الفن بيرقي الشعوب والفن نعم. اثر والمصري فن المصري اثر في الدول العربيه واثر في العالم كله زمان، دلوقتي لم يعد مؤثرا لا في المصري. طب دكتوره بما انك بتتكلمي عن الفن والاعمال الفنيه في رمضان، يعني اسمحي لي برضو اسالك، يعني احنا شايفين تقييمات الان بلس 18 يعني زائد 18 سنه او 18 سنه فما فوق 15 سنه فما فوق، شايفه ان ده هيبقى له مردود؟ يعني فكره بره يعني حتى في قنواتنا قنوات التلفزيون فكره ان بره الاهل لما بيشوفوا العلامات دي بيبقوا فاهمين معناها ايه، فاهمين ان الاطفال اقل من السن ده ما ينفعش. متخيل ان المراهق اللي عنده 16 سنه بيتابع المسلسلات دي؟ اكيد طبعا. يعني على ارض الواقع انا بدرس في جامعه مع شباب عندهم 18 و20 سنه ولا بيتابعوا الاعمال الفنيه دي، عادوا بيتابعوا الافلام الاجنبيه المسلسلات الاجنبيه الرياضه الاجنبيه. ما عادش خلاص الشباب زي ما احنا متخيلين بيجعل. ولما هل في شاب عنده 18 سنه او 17 هيفتح القناه يلاقي بلس 18 هيمشي ويسيبها؟ طبعا ده كلام نظري ملوش يعني اي هو داعي. المفروض ده يعني ده شكل طبعا. ارشادي للاهل عشان وهم بيتابعوا. عموما دكتور انا بشكر حضرتك على مشاركتك ونتمنى ان صوتك يوصل، وهو ده احد اهداف واهم اهداف هذا البرنامج اللي دائما بنوصل الاصوات والتعليقات والمقترحات لبعض الحلول. مشاهدينا الكرام، وبكده يكون انتهينا من حلقه النهارده وكان موضوع مهم. بنشكر كل من شارك معنا بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا من شارك معنا في الاتصالات الهاتفيه من الخبراء. وقبل ان اغادركم اسمحوا لي ان اطرح عليكم سؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كالتالي: كيف يمكن التعامل مع مخالفات البناء والبناء العشوائي؟ موضوع آخر، موضوع مهم من مواضيع همزة وصل، أتمنى منكم دائما التواصل معنا. همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي هو عنواننا الإلكتروني الوحيد. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.